أخبار المحافظات من محافظة أسوان اللي تم فيها تنفيذ 85% من أعمال مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية. في هنا تم افتتاح وحدتي طب أسرة بفرشوط ضمن مبادرة حياة كريمة. كمان في الغربية تم تنظيم معرض لتوزيع الأساس المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانا للأسر الأولى بالرعاية. أما في أسيوط فتم تنفيذ 160 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي. خلينا نعرف تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات تانية في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان أكدت المحافظة أنها بتستكمل سلسلة الأعمال اللي بيشهدها قطاع الطرق داخل مختلف المدن والمراكز، واللي وصلت نسبة التنفيذ بيها 85%، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء كل مشروع في التوقيتات المناسبة لها، سواء المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو بالخطة الاستثمارية، بحيث يتم تنفيذ أعمال الرصف وما يعقبها من وضع اللمسات الجمالية من الدهانات والإنارة والتشجير بمختلف المناطق المستهدفة. في قنا افتتحت المحافظة وحدتي طب الأسرة بقريتي القبيبة والكوم الأحمر التابعتين لمركز فرشوط ضمن سلسلة الافتتاحات التجريبية لمشروعات حياة كريمة، وبتخدم حوالي 30 ألف نسمة من أهالي القريتين. في الإسماعيلية سلمت المحافظة عقود 63 مواطن من حاجز الوحدات السكنية بمشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب بعد أكثر من 18 سنة، بعد حل مشكلة العمارات المتوقفة بمشروع إسكان الشباب بالقنطرة غرب، بما يحقق مصلحة المواطنين ولا يتعارض مع الصالح العام. في بني سويف أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة سمسطة وقريتي مازورة والشنطور التابعتين للمركز اليوم الأربعاء من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 11 صباحاً لمدة ساعتين، وده نظراً لأعمال الصيانة بمحطة مياه الشيخ عبد بمركز سمسطة وتوقفها. في الغربية دشنت مديرية التضامن الاجتماعي معرض لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والملابس مجاناً على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بخمس قرى في مركز زفتة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصاً على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم. في أسيوط أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تنفيذ 160 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، مع استكمال الأعمال التنفيذية للوصلات المتبقية في الآونة القليلة المقبلة لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت من المبادرة الرئاسية، خاصة مع بدء انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اللي توجهت لـ60 قرية جديدة بمركزي القوسية وأسيوط. في المنيا أعلنت مديرية التموين إن شوان وصوامع المحافظة استقبلت 132,608 طن و151 من محصول القمح لموسم حصاد 2024 من خلال 42 موقع تخزيني بجميع مراكز ومدن المحافظة، وده بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقاً للضوابط المقررة وإزالة جميع المعوقات.